تحيات سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير لكم على الدور اللي تقومون فيه في هذه الظروف. وبمناسبة الاحتفال بافتتاح هذا الصرح اللي يسجل تاريخ هذه الوحدة بحفظ التاريخ إن شاء الله، وعد وزيادة بعض الجوانب فيه إن شاء الله في هالمتحف، بالذات العمليات العسكرية اللي شاركنا فيها. لكن هذه الوحدة شاركت يمكن في على الأقل 6 أو 5 أو 6 واجبات عمليات، يبين واجبه اللي إذا بعد راح فيها جرحى أو شهداء أو بعد يذكرون ويسجلون. فإن شاء الله بعد هذا الجانب نغطيه في الصرح اللي موجود. أشكر القائد اليوم على هذه المبادرة اللي حفظ تاريخ هذه الوحدة أيضا بالصور وبالتسجيل، وإن شاء الله بعد بقية الوحدات تمشي على هالخط تكتب التاريخ بهذا الشكل، لأن ضروري حفظ التاريخ للوحدات والمحافظة عليها. أتمنى لكم إن شاء الله جميعا التوفيق، والله يجمعنا وياكم على الخير دوم إن شاء الله. ونهنيكم بمناسبة بعد تاريخ تأسيس قوة الدفاع ومرور 55 عام. مشكورين وموفقين إن شاء الله. أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفل افتتاح متحف كتيبة المشاة الآلية الملكية الأولى، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 55 على تأسيس قوة دفاع البحرين. ولدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الاحتفال، كان في استقباله معالي الشيخ عبد الله بن سلمان الخليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، والعقيد الركن عبد الوهاب سعيد المنصوري قائد كتيبة المشاة الآلية الملكية الأولى، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وبدأ معاليه الاحتفال بجولة اطلع خلالها على عدد من الآليات والمعدات وأهم المنظومات والأسلحة والتقنيات التي دخلت إلى هذه الوحدة. بعدها تفضل معاليه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح متحف كتيبة المشاة الآلية الملكية الأولى، حيث قام معاليه بمشاهدة عدد من الصور التاريخية التي أبرزت مسيرة هذه الوحدة التي تعتبر أولى الوحدات منذ بدايتها تأسيسا مرورا بمراحل البناء والتطوير. كما تناولت الصور توثيقا لمختلف المهام والمشاركات في العمليات العسكرية والمناورات والتدريبات الميدانية التي نفذتها الوحدة خلال مسيرتها العسكرية التاريخية، بالإضافة للمشاركة في عدد من المناسبات الوطنية. بعدها ألقى قائد الوحدة كلمة بهذه المناسبة أوضح خلالها بأن كتيبة المشاة الآلية الملكية الأولى اليوم تحتفل بالذكرى 54 على تأسيسها منذ أن شكلت بأمر من ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة في 25 من فبراير عام 1969 ميلادية، حتى فترة استلام الراية في 5 من فبراير 1970 ميلادية من يد الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله. وبهذه المناسبة أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، وفي ذات الوقت نستذكر ذكرى تأسيس هذه الوحدة التي تعتبر أولى اللبنات الأساسية لبناء وحدات قوة دفاع البحرين، والتي كانت تحت رعاية مباشرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، الذي أشرف على مراحل تأسيسها ووضع برامج التدريب والتسليح لها، حيث لم يأل جلالته جهدا في تذليل كافة الصعاب التي كانت تواجه التجربة الأولى في إنشاء أولى الوحدات وتوفير جميع الإمكانيات والظروف الملائمة لنجاحها. وسخر جلالته جل اهتمامه وجهده لهذه الوحدة مع المساندة والتوجيه وصولا لمرحلة البناء والتطوير، حتى تحقق الهدف في تأسيس وبناء أول وحدة عسكرية بحرينية مدربة على أرض الوطن.
وأوضح معاليه أنه بفضل التوجيهات الملكية السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، فإن قوة دفاع البحرين ومنذ تأسيسها في عام 1968 ميلادية وهي تعمل بشكل دائم ومستمر لدعم المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإنجاز المهام الملقاة على عاتقها بكل كفاءة واقتدار وبكل حرفية وإتقان، مما مكنها من أن تشق طريقا راسخا في هذا الشأن وبإشادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة من مختلف دول العالم. وتقدم معالي بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع منتسبي هذا الصرح الشامخ، والشكر الجزيل وخالص التقدير والثناء لرجال قوة دفاع البحرين الذين نذروا أنفسهم لتأدية واجبهم الوطني المقدس في الدفاع عن الوطن، مقدرا ما يحققونه على الدوام من إنجازات ساهمت في الارتقاء بالمسيرة العسكرية لقوة دفاع البحرين الحافلة بالنجاحات والتقدم. وثمن صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين الجهود الطيبة التي يبذلها ضباط وضباط صف وأفراد هذه الوحدة، والتي منذ تأسيسها وصلت واجباتها العملياتية إلى 6 مشاركات في العديد من المهام داخل وخارج البلاد تكللت جميعها بالنجاح بكل كفاءة واقتدار. ودعم معاليه لشهداء هذه الوحدة بأن يتغمدهم الله بواسع الرحمة والمغفرة، كما أعرب معاليه عن شكره على إنجاز هذا المشروع الذي يجسد أهم وأبرز الأحداث والمنعطفات الهامة والرئيسية التي مرت بها الوحدة وحفظ تاريخها من التأسيس حتى وقتنا الحاضر. حضر الاحتفال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الخليفة عضو مجلس الشورى واللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية وعدد من قادة ومدراء أسلحة وحدات ومديريات قوى الدفاع البحرين.